السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال يا رب العالمين. فيديو النهاردة إن شاء الله هيبقى مشتريات خاصة بيا، أنا جبتها الشهر ده فحبيت أشارككم معايا وأوريكم أنا اشتريت ايه. أول حاجة معايا في المشتريات هنا دي عباية قطيفة، عباية طبعا بيتي، طبعا زي ما شايفين لونها كحلي، كان في منها ألوان جميلة، كنت محتارة ما بين الرصاص الغامق وكان في برضو تركواز غامق والكحلي، فانا جبت الكحلي عشان ما عنديش كحلي غامق زي ده، عندي الوان تانية كتير، انا بحب الغوامق دايما في لبس. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الصدر عليه كده اللي هو الرسمة، عليه تطريز كده او رسمة من عند الصدر والكم كمان، وهنا الديل من تحت، هنا الديل كده زي ما انتم شايفين في هنار او رسمة. طبعا هي لسه هتتظبط، هي طويلة عليا شوية، هعملها هقصرها 2 سنتي، وكمان من الجناب هضيقها شوية لانها واسعة. انا دايما في مشترياتي بحب اجيب الحاجة اما اجيبها واسعة وكبيرة هعرف اتصرف فيها، هقدر ان انا هظبطها هضيقها او هتني، لكن لو انا جبت الحاجة ضيقة مش هعرف اعمل فيها حاجة، ممكن معرفش ارجعها كمان، فدي حاجة باخدها قاعدة كده في مشترياتي دايما. والاولادي وليا الاولاد برضو، كنت ما كان ابني لسه صغير كان اول واحد عندي، كنت اروح اجيب بجيب الحاجة يدوب عليه، فيدوب ما فيش شهرين العيل طبعا دايما بيكبر على طول، وكانت تصغر عليه ما كانش يعرف يلبسها تاني، لكن اتعلمت بعد كده ما اجيب الحاجة اكبر شوية او اوسع هتنفعه بعدين وتقعد معاه شوية. ونفس القصة انا بعمل كده معايا برضو، ما بجيب الحاجة واظبطها انا على براحتي احسن ما اجيب الحاجة تبقى ضيقة وما اعرفش البسها بعد كده. خلاص طبعا دي زي ما قلت لكم دي قطيفة، دي سعرها 170 جنيه، طبعا بعد الفصال هي كانت بتقول اغلى من كده بس فاصلنا معاها وجبناها على 170 جنيه، وده شكل العباية. خلاص كده دي العباية. تاني حاجة اشتريتها ده شال عشان طبعا الشتاء كده، هو متن نصين، هو لونه رصاصي في اسمر. طبعا انواع الشيلان طالعه كتير قوي السنه دي، في منها اللي هو فرو وفي قطيفه كده وفي الاخر بتبقى فيه كور كده، في اشكال كتيره، وفي الكاب اللي هو بتلبس والكم بتاعه بيبقى ماسك من هنا كده، يعني في اشكال كتير بس انا عجبني ده، انا بجيب الحاجه دايما ما فيهاش شغل كتير قوي. ده ممكن يتلبس كمان على الوشين، يعني ممكن البسه على الوش الاسمر ده، ممكن الوش ده اهو زي ما انتم شايفين كده في شغل استرس بسيط. الشال ده ثمنه 100 جنيه. تالت حاجة انا اشتريتها هنا دي جيبة، دي جيبة سمرة. بصراحة انا كنت رايحة عشان اشتري عباية سمرة، انا لبسي معظمه كل خروجاتي يعني اسمر، لاني انا منتقبة، فمن يوم اتنقبت وانا بخرج كله يعني حاجات سمراء، لبسي كله اسمر. ما روحت اشتري العبايات لقيت اللي طالع كله داخل فيه حاجات كتيرة، شغل فضي وشغل مذهب، وفي يعني في شغل كده ملفت قوي، فما حبيتش بصراحة، بحب اجيب الحاجة السيمبل تبقى حلوة يعني شغل منها فيها. فخلاص قلت بقى هجيب جيبة، يعني هجيب جيبة وبلوزة وبعد كده بشتري مرة تانية العباية. ومشيتها الليجن اللي كان طلع منه البناطيل، هي شكلها هي ما فيهاش حاجه سيمبل، دي شكلها من ورا لها جيبتين كده والقمر بتاعها استك بموت، وهي ما بتبقاش طويله قوي، هي بتبقى يدوب، فهجيب عليها ان شاء الله هاف بوت اسمر هبقى ماشي عليها. خلاص دي سعرها 185 جنيه، ده هو هنا موجود السعر لو واضح بس باهت شوية اهو، السنتر ده ما يرضيش يتنزل عن حاجة، ما عندهمش بصور. وجبت البلوزة دي كمان يعني تمشي على الجيبة وممكن البسها على اي حاجة تانية، الكم بتاعها هنا اهو في فرو اسمر برضو بيمط على فكرة، بيلبس اي جسم اهو، هي مقاس هو طويل شوية، ده جبته ب120. وجبت كمان ده شميل اسمر كله اسمر فاسمر، هنا ده شبيكة زي ما انتم شايفين كده، هو شبيكة بتلبس تحته، جيب له تحته بادي، عجبني وبعدين سعره لقيته مش غالي وعجبني فاشتريته، يعني مش هيخسر يعني هينفع، ده 68 جنيه بس. انا استغربت سعره، هو خفيف بس عايز تحته بادي. هنا طبعا جبت طرحة، دي طرحة سمرة
انا عندي طرحة سمراء، يعني اما طرحة بني غامقة يا اما طرحة سمراء وحمرات. طبعا هي فيها بس شغل بسيط كده، صف من الخرز اسمر اللي هي القماش الطبيعي اهو، هي طبعا الكبيرة. انا جبت طرحة كبيرة دي ب65 جنيه. وجبت كمان النقاب ده، النقاب والطرحة اهو، النقاب ده ب35 جنيه. دي كانت مشتريات النهاردة للشهر ده، يا رب تكون عجبتكم. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.